أعزائي المشاهدين، منواصل دراستنا عن مدرسة أفسس من أفسس القديمة. في هذه الحلقة رح نتكلم عن البركات الروحية، وهذه البركات ممنوحة لكل مؤمن في المسيح يسوع. أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة. أنا موجود في أفسس القديمة، أو بالأحرى بمشي في قلب المدينة القديمة اللي تعتبر قلب المدينة. على الجانبين كانت الدكاكين والمحلات البيع والشراء، تستطيع أن ترى الفسيفساء القديم، وكانت طبعا مغشاة بصور جميلة وسقف يحيطها. وهذه البلدة كانت بلدة طبعا غنية جدا من عدة أشياء، لكن الرسول بولس في هذه الحلقة بيتكلم عن مقارنة عظمى، أن هذه البركات اللي إحنا بنحصل عليها شيء أعظم بما لا يقاس حتى الأبد، هو البركات الروحية. أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة وتستمتع معي في هذه الدراسة.